ساكن اسمه. فالشكر موصول له من خلالكم. إذن إخواني أخواتي مرحبا بالجميع، وعلى بركة الله نبتدئ هذه الحفل بالتوفيق إن شاء الله للجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد الرئيس. اليوم احنا مع واحد السهرة ديال واحد الفن أصيل، فن عنده عبق ديال التاريخ، وأكيد من خلال الشعار ديال هذه الدورة يمد جسوره للمستقبل. الملحون فرجته في كلامه: هكذا يضبط المولع نبي الملحون المغربي محور ترقيهم لهذا الفن على محور إنتاج القصيدة الملحونية وإنشادها، ضبطا ينم عن فهم دقيق للإبداعين الشعري والموسيقي اللذين جاء فن الملحون لترسيخهما في الذات الفنية المغربية، امتدادا للطفرات التي تحققت لدى الأجداد الأندلسيين الذين صنعوا لحظة المشح، حيث صار للموسيقى جسد في الصورة وللصورة ظلال في الموسيقى. ثم خلف من بعدهم خلف من المغاربة استحدثوا فنا آخر من الشعر في أعارض مزدوجة كالمشح بلغتهم، وسموه عروض البلد كما يقرر ابن خلدون في مقدمته: الفرجة في التعبير الذي صدرنا به طربا يخترق الحواس ويجعلها تتفرج بالأذن وتنصت بالعين وتكب عينا في عين، كما يعبر الفارسيون عن الفرح والرضا. إذن نبقى مع الوصلة الأولى لفرقة تهامي المغربي لفن الملحون برئاسة الأستاذ يوسف السوسي. الوصلة الأولى أو القصيدة الأولى لأشراف الحسيني إنشاد عبد اللطيف النوير. فرجة ممتعة. قلبكم ضيف الله صرخوني يا هلسان، من يقصدكم حشاشيب يا اهل بيت العتاني. شرفني قلبكم ضيف الله صرخوني يا هلسان.
يا سيدي اهتنا وريع يا قلبي لا تبقى حزين. انت في حضرة سيادي حفايد الرسول الهادي وما يسرحوا سيادي لابد ما ينفدى عصر الشتاء خير لبدا سيب حملة شغات يعني وجدك زيارتك على القدر الثاني شراف الحسين الحسن والحسين يا سيدي نعم البدور نعم القمرين الشرقين اللي ودهم ولاهم وعلى خلايق اصطفاهم جميع كل خير عطاهم فايدتها مي زهو اليامي دوا سقامي نور المخلات من عليهم صلات ملايكة الأنس روحاني شراف الحسنين طالبون بفضل صرفوا ليلة السلام ومن يقصدكم يا حشايخي يا اللي بيتلقاني شراف الحسنين صارخوني نبلغ قصدي مسكين زود في البتول الزهرة وعلي ماكسي في النصرة وزواج النبي والعشرة نبغي سراح يسري وغنى فقري والطوب مصري نسعد ونفوز بالمزيا حين يعفوز يا دنا هلو فاطماني شراف الحسنين قلبوني في الله صرفنا يا الحسن ومن يكتبكم الحشيخي يا قلبي شراف الحسنين طيبهم النسم وبجاه نورهم الواسم نبغي اللوح غمي يضوى نجمي بنور يسمي وابواب الخير تنفتح في ربح الدنيا والاخره لهم يعطاني سعد في الدارين الله يرضي عليك ولاد الزهرة الطاهرة شوف
حور العين وبدالك مداح الرسول ما يخشى من نيران وانا مداح لمصطفى البيت وضيع يا وغدا ان شاء الله غادي تكون في الساعه الثامنه مساء مقاطعه اكداد. مرحبا بالجميع. هذا حفل المناسبه ديال عيد العرش المجيد والمناسبه ديال الدوره 17 تحت شعار المسؤول وافاق المستقبل. ابن علي ما يخفاني من نسل السلطين وانا مداح الهاشمي
هما ها المدير خويا مرحبا بك حتى عليك بذاك المحترم على هذا ما تشكرت الحره الوصفه الساخنه هذه للبدايه اذا ينتظرون المزيد ان شاء الله فغنستغل هذه الفرصه بما ان الملحون تركز على الكلام وكما تنقولوا بان الكلام هو العصب ديال الملحون غنادي على الشاعره فاطمه الزهراء اللوزي في واحد المحاوله في اطار ملتقى